السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان وجعله بينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما حان حين وآن آن. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح تفسير السعدي، واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76,300، استكمالاً للقسم الأول المشتمل على مقدمة المصنف وتفسير الفاتحة، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله وأنزله شفاء. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له أعلى درجته، وأخبر وأنزله شفاءً للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاءً للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. تقدم أن المصنف رحمه الله حمد الله عز وجل على إنزاله الفرقان الذي هو القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شرع يذكر 11 صفة للقرآن. تقدم منها في سالف الكلام بيان صفتين، ثم تحدثنا في الليلة الماضية عن الصفة الثالثة المذكورة في كلامه هنا، وبينا أن القرآن شفاء لاقتلاعه الأدواء، فهو إذا ورد على داء وعلة لم يبق لها أثرا، فاختص باسم الشفاء، إذ ليس كل دواء شفاء، وإنما الشفاء هو الذي إذا ورد على المرض اقتلعه ولم يبقى منه شيء. ثم ذكرنا أن الأدواء التي يشفيها القرآن نوعان، أحدهما أنه شفاء لأمراض القلوب والأرواح، والآخر أنه شفاء لأمراض الأبدان والأشباح. ثم ذكرنا أن أمراض القلوب والأرواح نوعان، أحدهما مرض شبهة والآخر مرض شهوة. ثم ذكرنا أن أمراض الأبدان نوعان أيضا، أحدهما أمراض ظاهرة والآخر أمراض باطنة، وبينا أن القرآن الكريم دل على أنه شفاء لما في الصدور، وصدق ما فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وأقوال الصحابة والإجماع والنظر. أما كونه شفاءً لأمراض الأبدان والأشباح فلم يثبت من طريق القرآن، وإنما ثبت من طريق الأثر والنظر، فالسنة النبوية تدل عليه في أحاديث والنظر يقتضيه. إذا علم هذا فإن من تتمة البيان ذكر صفة الاستشفاء بالقرآن،
في أمراض القلوب والأرواح وفي أمراض الأبدان والأشباح. فأما صفة الاستشفاء بالقرآن في أمراض القلوب والأرواح سترجع إلى أمرين: أحدهما تقوية اليقين، والآخر تقوية الصبر، لأن اليقين إذا ورد على مرض الشبهة شفى منه، وإذا ورد الصبر على مرض الشهوة شفى منه. فجاء القرآن ببيان صفة الاستشفاء من أدواء القلب وأمراضه شبهة وشهوة، فهو في تحصيل الشفاء به في أمراض الشبهة يقوي اليقين، وفي طلب الاستشفاء به في مرض الشهوة يقوي الصبر. فمن الأول قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي أن القرآن يكون بصيرة وهدى ورحمة لمن يطلب زيادة اليقين به، لأنه إذا زاد يقين العبد اندفع عنه مرض الشبهة. ومن الثاني قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فالعبد إذا صبر اندفعت عنه أمراض الشهوة. فجاء القرآن الكريم ببيان أن الاستشفاء به في مرض الشبهة يكون بتقوية اليقين، وأن الاستشفاء به في مرض الشهوة يكون بتقوية الصبر، لأن اليقين لا تبقى معه شبهة، والصبر لا تبقى معه شهوة. وإذا حصل العبد اليقين والصبر حصل مرتبة الإمامة. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان بن عيينة: أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا، أي أنهم أخذوا برأس ما يؤمر به في مداواة الشبهة والشهوة، وجمعوا بين الصبر واليقين، فجعلهم الله رؤوسا بكونهم أئمة. وقال ابن تيمية الحفيد رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلعلو مقام هذين الأمرين اليقين والصبر كانت طريقة القرآن في حصول الاستشفاء من أمراض الشبهة والشهوة هي تقوية اليقين والصبر. ومسالك القرآن في تقوية اليقين ثلاثة: أحدها تقوية علم اليقين، وثانيها تقوية عين اليقين، وثالثها تقوية حق اليقين. لأن اليقين له مراتب ثلاث، فالمرتبة الأولى علم اليقين، وهو الإدراك الجازم في القلب، والمرتبة الثانية عين اليقين، وهو الإدراك الجازم في القلب الثابت كأنه رأي العين، والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو الإدراك الجازم الثابت، وهو الإدراك الجازم في القلب
الثابت كأنه رأي العين يخالطه العبد ويلابسه. فإن آية القرآن دلت على هذه المراتب الثلاث، أن اليقين يكون علما ويكون عينا ويكون حقا. فمسالك القرآن في تقوية اليقين تكون تارة بتقوية علم اليقين، وتكون تارة بتقوية عين اليقين، وتكون تارة بتقوية حق اليقين. فمن الأول وهو تقوية علم اليقين قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالمصائب التي تصيب أحدنا يقوى يقين العبد فيها علما بأنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الثاني وهو تقوية عين اليقين قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن القرآن يقوي في نفوسنا اليقين بحال هذه الدنيا كالذي نراه بأعيننا من كون هذه الدنيا متاعاً زائلاً يغتر به من يغتر، تحذيراً من غائلتها وتخويفاً من سلطان زخرفها. ومن الثالث وهو تقوية حق اليقين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإن هذا الأمر بالنسبة لنا فوق علم اليقين وحقه، إذ هو شيء يدرك جزما في القلب ويرى رأي العين ونخالطه ونلابسه مع أولادنا وأهلينا، وأنه يقع للعبد ويعرض له في أحواله واختلاف أوقاته إلهاؤهم له عن ذكر الله. فجاء هذا الأصل وهو تقوية اليقين في القرآن وفق هذه المسالك الثلاثة، فتارة يقوى فينا علم اليقين، وتارة ثانية يقوى فينا عين اليقين، وتارة ثالثة يقوى فينا حق اليقين. ويحصل الشفاء من مرض الشبهة على قدر ما يدركه المرء من اليقين. فمن استقر في قلبه علم اليقين فقد حصل قدرا عظيما، ومن ارتفع إلى عين اليقين فقد حصل أمرا أعظم، ومن تربع في عين في حق اليقين فقد كمل يقينه وصار له حصن منيع من ورود الشبهات عليه. ولو قدر أن شبهة أفلتت وتسللت إلى قلبه فإنه سرعان ما يقبعها لما يجده في قلبه من اليقين. وأما مسالك القرآن في تقوية الصبر فإنها ترجع إلى أمرين أيضا، أحدهما تقوية الإقناع في ترك الشهوة، تقوية الإقناع في ترك الشهوة، والآخر تقوية الامتناع عن فعل الشهوة. والفرق بينهما أن متعلق الأول هو الفكر ومتعلق الثاني هو الإرادة، وكل حركة في هذا الوجود
مردها إلى الفكر والإرادة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. فالعبد يفكر ويريد ويحصل بعد ذلك ما يحصل منه من اعتقاد أو قول أو فعل. فجاء في القرآن تقوية الصبر على هذا النحو، فتارة يقوى إقناع العبد في ترك الشهوة، وتارة يقوى امتناعه عن فعل الشهوة. فمن الأول قوله تعالى لما ذكر فرض الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الله قوى صبرنا إقناعا في ترك شهواتنا من مطعم ومشرب وإتيان النساء بخمسة أمور ذكرها في الآية بعدها، فقال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأول في قوله تعالى أياما معدودات، فإن ذكر الأيام يهون إقناع العبد بالصيام لأمرين: أحدهما أن ذكر الأيام المعدودة يشعر بالقلة فهي أيام يسيرة، والآخر أن العرب قبل الإسلام تعرف صوم اليوم ولا تعرف صوم الشهر، فإنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء، فإنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء، فخوطبوا بما اعتادوه لينقادوا له. والثاني في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليهون على العبد ثقل الصيام في نفسه إذا قدر أنه يعرض له سفر أو مرض، فأخبر عن رخصة الله له أنه يفطر ثم يقضي من أيام أخرى. والثالث في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا كان في أول فرض الصيام أن العبد مخير بين الصوم أو أن يطعم عن اليوم الذي لا يصومه مسكينا، والتخيير يقوي العبد على الاقتناع بما خوطب به من الصبر على ترك الشهوة. وثالثها ورابعها في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، إعلاما بأن الصيام المخير فيه بين فعله وبين الإطعام، فإن الصيام خير للعبد وأفضل. وخامسها في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الرابع استكرنا فمن تطوع خيرا ولا وأن تصوموا الرابع فمن تطوع خيرا فهو خير له، إعلاما بأن الصيام أفضل. والخامس في قوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، بالإعلام بأن أصل الصيام أعظم للعباد منفعة في العاجل والآجل. فهذه الآية فيها خمسة أنواع من وجوه الخطاب خوطب بها العبد ليحمله ذلك على الاقتناع في ترك
الشهوة. وأما تقوية الامتناع عن فعل الشهوة فمنه قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الله سبحانه وتعالى قوى امتناع أحدنا عن فعل الشهوة بالتذكير بمآل الجنة والنار، فأخبر عن مآل النار في قوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وأخبر عن مآل الجنة بقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإذا جعل العبد بين ناظريه طريق الجنة وطريق النار، وأن طريق النار بوابته الطغيان واتباع الهوى، وأن طريق الجنة أن يخاف العبد مقام ربه سبحانه وتعالى وينهى نفسه عن الهوى، فإن الصبر فيه يقوى على ترك تلك الشهوة المرادة. فهذه المسالك المذكورة في تقوية اليقين وتقوية الصبر إذا أخذ بها العبد حصل له الشفاء من مرض قلبه وروحه، ومن مرض قلبه وروحه إذا كان شبهة أو شهوة فأورثته تلك المداوات قوة يقينه وصبره. وأما صفة الاستشفاء بالقرآن في أمراض الأبدان والأشباح فإنها ترجع إلى ستة أمور: أولها الرقية به، بأن يقرأه المريض أو يقرأ عليه. وثانيها الرقية به قراءة مع النفس، فتقرن القراءة بريق لطيفة فيقرأ الراقي لنفسه أو على غيره من القرآن ما يقرأ، ثم ينفث بعد القراءة في أصح القولين. وثالثها اقتران الرقية بمسح الجسد باليد أو وضعها على موضع الألم، فيقرأ الراقي من القرآن ما شاء ثم يكون واضعا يده على موضع المرض في نفسه أو في غيره، أو يمسح بيده بعد الفراغ من القراءة بأن ينفث في يديه بريق لطيفة ثم يمسح بها على المريض. فالوضع يقارن القراءة، والمسح يكون بعد القراءة والنفث بريق لطيفة في اليدين ثم يمسح بها جسده أو جسد غيره. والرابع أن يرقي الراقي مع وضع الريق على التراب وإلزاقه على الجرح،
فيقرأ ما شاء من القرآن ثم ينفث بما يكون ريقا ثم يضعه على التراب ثم يمسح به الجرح. والخامس أن يقرأ الراقي في ماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به. والسادس أن يقرأ الراقي في شيء يكتب به ثم يكتب بذلك الماء آيات ثم يمحوها ويحلها بالماء فتشرب أو يغتسل بها، كأن يقصد ماء زعفران وهو الماء المخلوط بزعفران فيقرأ فيه ما شاء إن شاء وإن شاء أخر القراءة ثم يكتب شيئا من القرآن كالفاتحة أو المعوذتين في قرطاس ثم يحل ذلك القرطاس بمحو الكتابة فيه بماء موضوع في إناء فيشربه المريض أو يغتسل به. وهذا السادس يفعل عادة لمن كان بعيدا، فيأتي من يلتمس له الرقية فيقصد الراقي إلى هذا بأن يكتب شيئا من القرآن على قرطاس طيب ثم يحل ذلك المكتوب في إناء ذي ماء ويشربه المريض. وطريق معرفة هذه الصفات الست للاستشفاء بالقرآن في أمراض الأبدان والأشباح شيئان، أحدهما السنة النبوية، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآخر الآثار السلفية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والآية وإن كانت متعلقة في سياق الخطاب بالأنبياء إلا أن العبرة بعموم اللفظ، فكل من كان مهديا فهو قدوة للمؤمنين. فالصفات الست عامتها مذكورة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في آثار عن الصحابة والتابعين، وجرى بها عمل جمهور المسلمين إلى يومنا هذا. ولم ترد هذه الصفات الست في القرآن الكريم، فإن ما سبق ذكره من شفاء القرآن لأمراض القلوب والأرواح مذكور فيه غير مرة. وأما ما تعلق بشفائه أمراض الأبدان والأشباح فغير مذكور فيه. لماذا؟ يعني أنت الآن تبحث عن آية في صفة الرقية بالمسح بالوضع بالنفث لا تجد، لماذا خلى القرآن من هذا؟ باب الاجتهاد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي ما في اجتهاد، ليس هو الأصل. بس في أشياء وقعت في القرآن في السنة، سيكون في الساعة
وذلك لأمرين: أحدهما أن الذي دلت عليه آيات القرآن أنه شفاء للقلوب والأرواح للأبدان والأشباح كما تقدم، فالمناسب لهذا ألا تذكر صفة الاستشفاء به في أمراض الأبدان والأشباح، وإلا كان مخالفاً لما قرر فيه من كونه شفاءً لأمراض القلوب والأرواح. والآخر وهو أعظم: لتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ساحراً، وتبرئة القرآن من كونه سحراً، لأن السحر عند العرب كان من الطب. وفي صحيح البخاري من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال له: رجل به طب أو يؤخذ عن أهله الحديث، فإن مراده بقوله رجل به طب أي سحر، فإن العرب كانت تفزع إلى السحرة في طلب دفع العلل والأمراض التي تنتابها. فلتخليص القرآن من هذا وتبرئة النبوة منه لم يأتي شيء من ذلك في القرآن، ليعلم أن القرآن ليس كتاب طب للأبدان والأشباح، وإنما هو كتاب طب للقلوب والأرواح، لأن طب القلوب والأرواح يختص بالمؤمنين وهم المنتفعون بالقرآن، وأما طب الأبدان والأشباح فإنه ينتفع به المؤمنون والكافرون كما سيأتي. وإنما اشتمل القرآن على أصول الطب لا على مفرداته، فإن ذكر المفردات فيه يصيره كتاباً مفصلاً في الطب، وأما ذكر الأصول فيه فهو يصدق كونه من الله سبحانه وتعالى، لأن الإحاطة بالأصول لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علماً. فإن أصول الطب ثلاثة: أحدها الحمية، وثانيها حفظ الصحة، وثالثها استفراغ المادة الفاسدة. وهؤلاء الأصول الثلاثة مبينة في القرآن، ذكره عبد اللطيف البغدادي في شرح الأربعين الطبية، وأبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. فأما الأصل الأول وهو إيش؟ الحمية، ففي قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأبيح للعبد عند كونه مريضا أن يتيمم، وحمي عن الماء أي منع منه لأجل تطبيب بدنه بما يحصل به مداواة علته. ومن الثاني وهو حفظ الصحة، قوله تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأبيح للصائم لئلا تقوى علته وتحفظ صحته بأن يفطر ويقضي من أيام أخر. وأما الثالث وهو استفراغ المادة الفاسدة، ففي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
في حق من كان ناسكاً معتمراً أو حاجاً ثم لحقته علة في رأسه فاحتاج إلى حلق شعر رأسه، فإنه يحلقه ليستفرغ المادة الفاسدة. فهؤلاء الأصول الثلاثة للطب مذكورات في القرآن إجمالاً على ما بيناه، وأما تفصيل المفردات فلم يقع ذلك في القرآن لما ذكرنا. وبه تعلم الغلط الواقع فيما يسمى بالطب النبوي، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيباً للأبدان والأشباح، وإنما بعث رسولاً صادقاً تشفى بدعوته القلوب والأرواح. ووجود أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في الطب لا تجعله صلى الله عليه وسلم طبيباً، ولا تجعل ما جاء به من ذلك علماً مفرداً يسمى بالطب النبوي. ونظيره ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث تتعلق بالمناخ، أو أحاديث تتعلق بجغرافية الأرض، أو أحاديث تتعلق بالهندسة. فما من باب من هذه الأبواب التي ذكرنا إلا وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تكون أصلاً مستقلاً، تكون به الهندسة النبوية أو الجغرافية النبوية أو علم البيئة والمناخ النبوي، كما أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليها، ولم يكن هذا موجوداً في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين. وتصفح دواوين المحدثين التي ذكروا فيها كتاب الطب، فإنك لا تجد أحداً منهم كالبخاري وغيره قال كتاب الطب النبوي، وإنما يقولون كتاب إيش؟ الطب، ويسكتون ويذكرون فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب. وهذا المقام غلط فيه طائفتان، إحداهما طائفة أنكرت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأحاديث، وهذا من تكذيبه صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به حق على الحق، كأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الحمى، فإن هذا حق ثابت في الصحيحين، لكن على الحق، وهو أنه ينتفع به في البلدان الحارة لا الباردة. ذكر هذا المعنى ابن تيمية وابن القيم. والأخرى طائفة عظمت الأمر وحملت الأحاديث النبوية فوق ما تحتمل، وأثبتوا من المعاني ما ليس مرادا فيها، فهما طائفتان متقابلتان. فأولئك ينكرون انتفاع المحموم بالماء، وهؤلاء يثبتون انتفاع المحموم بالماء مطلقا. وأهل المعرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون انتفاع المحموم بالماء إذا كان في بلد حار، ويمنعون الانتفاع به إذا كان في بلد بارد. واعتبر هذا في سائر ما يذكر في هذا الباب من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنتفعون بالاستشفاء بالقرآن في القلوب والأرواح والأبدان والأشباح فهما طائفتان. الطائفة الأولى
المؤمنون، وهؤلاء منتفعون بالقرآن في شفاء أمراض قلوبهم وأرواحهم وأمراض أبدانهم وأشباحهم، كما تقدم من الأدلة المبينة ذلك في القرآن والسنة النبوية والإجماع وأقوال الصحابة والنظر على ما هو مبين في محله السابق. وأما الطائفة الثانية فهم الكافرون، وماذا تقولون فيهم؟ ينتفعون أم لا ينتفعون؟ نعم ينتفعون، ما الدليل؟ حديث أبي سعيد الغدري أنه انتفع سيد القوم في قصة اللذيذ. نعم في قصة اللذيذ، توافقون ولا تخالفون؟ يقول حديث أبي سعيد الذي تقدم أنه انتفع برقية الفاتحة لما لدغ، هذا انتفاع في البدن ولا في الروح؟ الاثنان، يعني أن تثبت لهما الاثنان بهذا الدليل. في قلبه هل أسلم؟ طيب في بدنه، من يوافق الأخ على الاستدلال بالدليل في بدنه؟ طيب من يخالف الأخ؟ لماذا؟ إيه لكن ينتفع الكافر ولا ما ينتفع بالقرآن؟ ينتفع في قلبه ولا في بدنه؟ اثنين، ها؟ الجواب أن هذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه لم يثبت من طريق صحيح أنه كان كافرا، بل الأمر كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن هؤلاء القوم إما قوم كافرون وإما مسلمون أهل بخل ولؤم، فليس في هذا الحديث دلالة. يقول الأخ هذا في يعني في القلوب والأبدان وفي طيب الآية قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كمل، وهدى ورحمة للمؤمنين، والجار والمجرور متعلق بالأفراد المذكورة، أي اعلموا أيها الناس أنه قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في صدور المؤمنين وهدى ورحمة لهم. والجواب أن الكافر ينتفع بالقرآن في شفاء مرض شبح بدنه وشبحه، ولا ينتفع به في مرض قلبه وروحه. والدليل على أن الكافر ينتفع بالقرآن في بدنه وشبحه ما رواه أبو داود والنسائي عن خليجة بن الصلت التميمي عن عمه علاقة بن الصحار التميمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا، فمر على قوم عندهم رجل موثق، عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال له أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك ما تداويه به؟ فقرأ عليه علاقة الفاتحة فبرأ، فأعطوه 100 شاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هل شيء غير هذا؟ وفي رواية هل قلت إلا هذا؟ فقال نعم يا رسول الله، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وحسنه ابن حجر وهو إلى الحسن أقرب. فهذا حجة في أن الكافر ينتفع
في مرض بدنه وشبحه بالقرآن، واضح؟ وهل للمسلم أن يقرأه عليه، أن يرقيه به؟ والجواب أنه للمسلم أن يقرأه على الكافر لدليلين. أحدهما دليل عام، وهو أن هذا من الإحسان المأذون به لمن لم يكن كافرا حربيا، أي مقاتل للمسلمين. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والآخر دليل خاص، وهو حديث علاقة بن صحار رضي الله عنه، ففيه أنه قرأ على كافر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قراءته. وأما مرض القلب والروح فإن الكافر لا ينتفع بالقرآن فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الشفاء الثلاث جعلها مخصوصة بالمؤمنين، بل لما ذكر الكافرين أخبر عن سوء حالهم، فقال في الآية الأولى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال في الآية الثالثة التي ذكرناها: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وفي الآية الثالثة جاء النص فيها بتخصيصه بشفاء الصدور للمؤمنين. فالقرآن دل على أن الكافرين لا ينتفعون به في دفع أمراض شهواتهم وشبهاتهم، واضح؟ إيش؟ طيب هذا إشكال تكتب في ورقة بس نجيب عنه. يقول أن أحد الكفار لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قال: كاد قلبي أن يطير، يطير طربا وفرحا وإذعانا أم خوفا ورهبا؟ خوفا ورهبا، ولذلك لم يسلم في تلك الحال، وإنما أسلم لاحقا. والله سبحانه وتعالى قال: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فقوله لينذر من كان حيا يعني مؤمنا حي القلب، فهو محل الاستفادة بالقرآن، وأما الكافر فتقوم عليه الحجة. ووقع هذا في كون القرآن تشفى به أبدان الكفار دون قلوبهم، لأن الكافر ميت القلب حي البدن. قال الله سبحانه وتعالى في بيان موت قلوبهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأما حياة بدنه فذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. وقال تعالى: هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالكافر حي البدن ميت القلب، والميت لا ينتفع بشيء، وأما الحي فإنه ينتفع بشيء. فلما كان قلبه ميتا لم ينتفع بالقرآن شفاء لشبهته وشهوته، ولما كان بدنه حيا فإنه ينتفع بالقرآن في بدنه فقط. وأما المسلم فإنه حي البدن وحي القلب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لأحياء في أبدانهم، وقوله لما يحييكم أي ما تكون به حياة قلوبكم التي أنتم فيها.
ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللفظ للبخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالمؤمن يذكر قلبه فهو حي القلب، والكافر لا يذكر قلبه فهو ميت البدن. وهذا آخر هذا المجلس. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.